هلا في عنا طبعا احنا بلوك ثاني اللي هو بلوك فندي، حنشوف داخل منه شقه نموذجيه، حنشوف التفاصيل اللي فيها وكيف تم تصميمها بمهندسين فندي. على اساس هذا الشيء راح اعرفكم مع السيد مروان. السيد مروان عنده معلومات اكثر بفندي بامكانه يساعدنا. السيد مروان اهلا وسهلا فيكم. السيد براء اهلا وسهلا. السيد عبد الله اهلا وسهلا فيك. تفضل تفضل. المشروع اخذ تقريبا 5 جوائز عالميه غير هي الجائزه على التصميم الخارجي، على التصميم الداخلي، حتى على كذا تصميم. هاي وحده منهم. شو اللي اضاف فندي للمشروع في هذا البلوك؟ بلوك فندي في منه بس ب3 دول بالعالم، بدبي، بنيويورك، والوحيد هلا صار هون هلا باسطنبول، يعني بكل تركيا في اسطنبول. يعني في تميز انه حتى باسطنبول في بلوك واحد في المشروع اللي نحن فيه. مزبوط. الشقه ما راح تكون كلها مفروشه، راح نحن نعطي للزبون الخيار، هو ينقي الفرش. حيجي خيار من فندي، من شركه فندي كتالوج، الزبون ينقي اللي بده اياه على ذوقه. حتى الاسعار نحن تفاوضنا مع الشركه انه حتعطينا خصم كثير كبير لانه عم بيتعاملوا مع بيوكالي. الزبون لازم مجبور ينقي الفرش قبل تسليم الشقة ب5 شهور لأنه بدهم ينشحنوا من إيطاليا لهون بالبحر. الصالون شو؟ الصالون هاي مثلا الشقة 3 غرف نوم، هاي الصالون مساحته حوالي 47 متر. رح نرجع نفوت بعدين على المطبخ وعلى الحمامات فرجيكم الديزاين اللي عامله فندي غير الفرش، يعني الخزاين اللي موجودين بالمطبخ، الفرش، البلاط، المسكات، كلها من فندي. يعني مساحة المطبخ بالنسبة للثلاثة وصالة كم مساحته؟ هي تقريبا عم بتكون ثلاث غرف حوالي 14 متر. اوكي. الزبون رح يجي يستلمه للمطبخ بكل شيء موجود عدا الثلاجة. يعني تقريبا المطبخ عم بيكون شبه كامل، نحسن نقول شبه كامل اكيد. يعني ببقى اشياء بسيطة جدا يعني. عاملين خزانة حتى للثلاجة ليحط الزبون الثلاجة موجودة هون بالبراد. صح. كان في عنا يعني بالبلوكات العادية بالنسبة للمطبخ، بتذكر لما صورنا انه موضوع انه يكون فيه المياه المعدنية، هل يا ترى موجودة ايضا ببلوك فني نفس القصة؟ رح يكون فيها يعني الفلتر. كانت قصة لطيفة حلوة يعني انك انت تعبي مي معدنية من حنفية البيت. رح يكون في عندك الفلتر موجود ورح يكون عندك الانينة الغاز لتعمل مياه معدنية. غالبا يمكن هاي الشقة عم بتكون فيها الاطلالة بحر، ما هيك؟ بتطلع على البحر. اطلالة هاي في عندي 3 غرف وصالة بيكونوا اطلالة بحرية مع اطلالة جهة السلطان احمد، او من الجهة الثانية في عندي إطلالة اللاندسكيب مع إطلالة البحر. الله، أنت خبرتنا أنه الحمامات فيها شيء مميز، فيها شيء خاص، فلو نشوف الحمامات فضل نفوت نشوف القسم الثاني اللي هو غرف النوم والحمامات. أول شيء الحمامات كمان عم بتكون نحن مثل باقي البلوكات، بس هون عم بيكون عندك الحمام الخشب تبعه والمسكات كمان ماركت فندي. عادة في عنا 3 غرف نوم، بتكون أول وحدة صغيرة ووسط أكبر. هاي الغرفة النوم مساحتها 13 متر تقريباً. هاي الحمام رح يكون مشترك بين غرفتين النوم اللي موجودين هون. يعني اول ما تدخل على الشقه اساسا بتحس انه في شيء يعني مختلف تماما، وبتحس انه في لمسه راقيه، وفي يعني ناس اصحاب خبره واصحاب ذوق رفيع قاموا بهذا التصميم بهالمشروع بالذات، بهالبلوك بالذات. ما حدا مثلك، حتكون واحد من اصل 16 واحد من كل تركيا. هاي حنفوت هلا على الشقه، على الغرفه الثانيه يلي هي غرفة النوم الثانية المشتركة، يلي هاي مساحتها تقريبا عم بيكون حوالي 18 متر. هلا حنفوت على الماستر بيدروم. خلينا نجي نشوف الحمام. مثل ما قلت لك اول شيء الاكثرية البواب عندنا سلايدنج، لهيك كرمال هيك اخذنا نحن جوائز عالمية على المحافظة على المساحات. البلاط الموجود فيه الديزاين تبعه فندي، يعني هذا الخطوط اللي هيك كلها ديزاين فندي. حتى اللي على الحيط هذا رخام؟ نعم. يعني في عندك 2 كابين موجودين، واحد للتواليت وواحد للشاور. وهي الماستر بيدروم يلي مساحتها حوالي 25 متر عم بتكون. يعني 25 متر ببعض المشاريع بتكون مساحة صالون لشقة غرفتين وصالة. مظبوط. التدفئة كلها تحت الأرض، والمكيف كله سنترال بكل الشقة. نفس الشيء الإزاز عندك تريبل جلاس عازل للحرارة والصوت. الحيطان دبل وول مع عازل للحرارة.